الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المتجدد بفضل الله مع التلاوة. يقول الإمام الشاطبي رضي الله عنه: فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا، هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى. بإذن الله سبحانه وتعالى سيدور حديثي مع حضراتكم في هذه الحلقة حول موضوع جديد من موضوعات علم التجويد، ألا وهو المد والقصر. تعلم الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحكام التطبيقية للقرآن الكريم. من هذه الأمور التي تعلمها الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم المد والقصر. قرأ رجل على سيدنا عبد الله بن مسعود قول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، هكذا بدون مد. فقال له سيدنا عبد الله بن مسعود: ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا ما تعلمتهاش من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة. فقال له الرجل: وكيف تعلمتها؟ فقال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ومددها مدها. يبقى إذن هذه الطريقة وهذه الكيفية تلقاها الصحابة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده بيخلينا نسأل سؤال: ما معنى المد؟ يعني إيه المد؟ ويعني إيه القصر؟ المد مشاهدينا الأكارم يعني الزيادة في اللغة، المد يعني الزيادة. ومنه قول الله سبحانه وتعالى: إذ تقول للملائكة ألن يكفيكم أن يمدكم من المد، يعني الزيادة. طيب، أما في الاصطلاح فهو إطالة الصوت بأحد حروف المد الثلاثة. إيه حروف المد الثلاثة؟ الألف والواو والياء، دي بنسميهم إيه؟ بنسميهم حروف المد. طيب، بنمدهم كده بإطلاق ولا بشروط؟ لا، بشروط. أولا الألف لابد أن يكون ساكن وقبله متحرك، يبقى حرف الألف بيكون ساكن وقبله متحرك. حرف الواو يكون ساكنا وقبله مضموم. حرف الياء يكون ساكنا وقبله كسر. طيب، ممكن أجمع الكلام ده في ايه؟ في كلمة نوحيها، حرف الواو قبله ايه؟ قبله ضم، نو. طيب، الحرف الثاني حرف الياء من حروف المد، الياء قبله ايه؟ قبله كسر، نوحيها. لاحظ الكسرة اللي تحت الحاء اللي هي قبل الياء الساكنة، يبقى الياء الساكنة وقبلها كسر، دي شرط الياء. طيب، والواو ان تكون ساكنة وقبلها ضم، والألف أن يكون ساكنا وقبله فتح، نوحيها، الهاء مفتوح، دي اسمها إيه؟ حروف المد. يبقى المد في الاصطلاح هو إطالة الصوت بأحد حروف المد الثلاثة إلى أكثر من حركتين، يعني أكثر من حركتين. طب إيه الحركتين ده؟ الحركتين دولك يعني قبض الأصبع أو بسطه، يعني للفقراء، دي أربع حركات. أقول تاني: للفقراء، أربع حركات. تمام، يبقى المد بنمده إيه؟ إلى أكثر من حركتين عند وجود سبب من أسباب المد. يعني المد حضرات المشاهدين مسبب له أسباب، عند وجود سبب من أسباب المد، وهو وقوع همز قبله، يعني حرف المد وقبله همز، أو سكون أو همز بعده. يعني حرف المد ده حضرتك
ممكن يبقى قبله همز ودي سبب من أسباب المد، وممكن يكون بعده همز أو سكون. لو لقيت حرف المد قبله همز دي إيه؟ يستدعي المد. لو لقيت بعد حرف المد سكون أو همز يبقى دي يستدعي الإيه؟ المد. يبقى تاني، المد في الاصطلاح هو إطالة الصوت بأحد حروف المد الثلاثة إلى أكثر من حركتين عند وجود سبب من أسباب المد، ألا وهو وقوع همز قبله أو همز أو سكون بعده. هذا هو معنى المد. طيب كده احنا عرفنا يعني ايه مد، اللي هو إطالة الصوت. ليه؟ لأن حروف المد أصلا فيها خاصية. ايه خاصية؟ اللي هي قابلة للمط، قابلة للزيادة، فيها رخوة. تمام؟ جاء، طول براحتك. تمام؟ طيب بعد ذلك هنعرف ان المد له قيود وله ضوابط. تمام؟ طيب هذا هو معنى المد. ننتقل سريعا الى ما يسمى بالقصر. ما هو القصر؟ القصر في اللغة يعني الحبس، ومنه قوله تعالى حور مقصورات في الخيام. يعني ايه؟ يعني محبوسات. يبقى القصر ده عكس المد، انا بحبس صوتي. طيب عند علماء التجويد ما معنى القصر؟ معنى القصر انه عباره عن إطالة الصوت عند او باحد حروف المد الثلاثه اللي هو الالف والواو والياء حركتين، حركتين بس. شوف الفرق، احنا قلنا في المد الى اكثر من حركتين، لو زودت عن حركتين دي خلاص بنسميه مد، لو حركتين بالضبط بنسميه ايه؟ بنسميه قصر. طيب عند عدم وجود سبب من اسباب الايه؟ المد، اللي احنا بنسميه ايه؟ المد الطبيعي او المد الاصلي. يعني ايه يا مولانا المد الطبيعي؟ المد الطبيعي حضرتك هو الذي لا يتوقف على سبب من أسباب المد، يعني الهمز أو السكون، مفيش سبب من أسباب المد، بل يكتفى فيه بحروف المد الثلاثة الألف والواو والياء. يعني حضرتك بتلاقي ألف وقبله مفتوح ومفيش بعد الألف ولا همزة أو سكون، دي بنسميه إيه؟ المد الطبيعي، اللي هو ايه؟ الذي لا يتوقف على سبب من اسباب المد اللي هي الهمز والسكون. والعلماء عرفوه بقولهم هو المد الذي لا تقوم ذات الحرف الا به، يعني ما تعرفش تقول الكلمه الا بهذا المد، يعني نوحيها. لا، نوحيها. طيب يا مولانا احنا محتاجين امثله للمد الطبيعي. طيب لما تقرا في سوره الفاتحه الحمد لله رب العالمين، العالمين، هتلاقي ايه؟ هتلاقي ألف وقبله مفتوح، وانت حضرتك عارف أن حروف المد الثلاثة الألف والواو والياء. الألف مفتوح ما قبلها، ركز في حرف العين، العالمين، العالمين. طيب وهنا لازم أقول ملحوظة، بعض أو البعض الذي يقرأ يقول ايه؟ الحمد لله رب العالمين، كده زود المد الطبيعي عن حدوده، زود عن حركتين، دي ما ينفعش، دي خطأ صريح وواضح وجلي. وأيضا التقصير في المد يعد لحنا جليا، لما تقرأ قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، العالمين، ما ينفعش. تمام؟ طيب أنا دلوقتي هجيب لك مثال تطبيقي من سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج. هقول لك الفرق بين نطق المد الطبيعي النطق الصحيح وبين نطق المد الطبيعي نطقا غير صحيح. لما تقرأ ورأيت الناس، شوف الناس يدخلون، الناس دي ألف وقبله مفتوح، بنسميه إيه؟ مد طبيعي. قد إيه؟ حركتين، الناس، الناس، ما زودش، ما تقولش الناس، لا خطأ. طيب يدخلون، شوف بقراها ازاي، يدخلون، شوف المد الحركتين دولك، يدخلون بمد الواو. ليه يا مولانا؟ لان الواو ساكنة وقبلها مضموم،
وليس بعد الواو همز أو سكون. يبقى لما تقرأها يدخلون في دين الله، لو قلتها كده ورأيت الناس يدخلون في دين الله، يبقى أنت كده ما عملش المد الطبيعي، ما عملتوش حركتين، تمام؟ طيب، طب الصحيح إيه؟ يدخلون، طيب في ما تقولش إيه؟ في دين الله، ما تخطفش كلمة الياء، ليه؟ لأن هنا في مد، في، طب مد ليه يا مولانا؟ لأن الياء ساكنة وقبلها كسر، بنسميه مد إيه؟ مد طبيعي. المد الطبيعي هذا ينقسم إلى قسمين، مد طبيعي كلمي ومد طبيعي حرفي، وهذا ما سنعرفه في الحلقات القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. الآن نقرأ الآيات من سورة الزخرف من الآية 20 إلى الآية 22، وبعد ذلك نسعد بتلقي اتصالاتكم معنا بإذن الله. والآن نقرأ هذه الآيات على بركة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام، فاصل ونواصل. عدنا إلى حضراتكم والعود أحمد. معنا أول اتصال الحاجة أمال القاهرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. بارك الله فيك يا حاج أمال، والله قراءة طيبة وماتعة وخاشعة، وبصراحة مش عاوز يعني أحسدك، يعني قراءة يعني خالية من أي خطأ. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعك بالصحة والعافية. معنا نورة من اسكندرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم. ممكن حضرتك تقفي على الوقف، التزمي بوقف المصحف. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون.
بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. ما شاء الله، قراءة طيبة وماتعة وجميلة جدا. معنا أيضا بسملة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من من قبله. قبله، يعني من قبل القرآن. ربنا بيرد عليهم بيقول لهم احنا هل عندهم كتاب قبل القرآن بينظروا إليه ويتمسكوا بيه؟ أم آتيناهم كتابا من قبله؟ أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. بارك الله فيك يا بسملة، ما شاء الله، ربنا يحفظك وبارك فيك. معنا مريم من الجيزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. يا مريم ما ينفعش تقفي على علم بالتنوين، لا قفي بالسكون، من علم. ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا كمريم واللفظ في نظيره كمثله. انت مديتي بل قالوا دي مد منفصل وحكم الجواز جائز المد والقصر. طب حضرتك مدتي اربع حركات بل قالوا انا وجدنا اباءنا، زي ما عملت بالظبط في قالوا انا تعملي في وجدنا اباءنا، يبقى مد هنا ومد هنا. واللفظ في نظره كمثله بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. بارك الله فيك يا مريم، بس حضرتك عندك يعني في ملحوظة بسيطة، ساوي المدود كلها، هتمدي أربعة يبقى أربعة، هتمدي خمسة أو ستة يبقى ستة وهكذا. بارك الله فيك. معنا أحمد من بني سويف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. خلي بالك يا أحمد، يخرو الخاء ساكنة والراء مضمومة، يخرصون يعني يكذبون يفترون، يخرصون. إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا. يا أحمد قالوا ما تطلعش من الأنف، بل قالوا تطلع من الفم، قالوا وضم الشفتين وانت بتقول الضم. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. بارك الله فيك يا أحمد. معنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. لا يخرو، الخاء عليها إيه يا أستاذ محمد؟ سكون، والراء عليها ضمة. يخرو يخرصون. إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. بارك الله فيك يا محمد. ممكن حد يسألني يقول لي يا مولانا في حد من الناس اللي بتتصل ممكن ألاقي أسمع حد يقول بل قالوا إنا وجدنا بمد، ومع ذلك يجي واحد بعده بيتصل بيقول بل قالوا إنا وجدنا ما يمدش. هو إيه يا مولانا؟ مش القرآن واحد؟ أقول له لا، دي حبيب قلبي اسمه المد المنفصل. إيه المد المنفصل؟ لما يكون المد في كلمة وحرف المد في كلمة أخرى يعني منفصل عنه. المد المنفصل ده حكمه الجواز، يعني جائز تمد تقول إيه بل قالوا إنا، وجائز تقصر تقول إزاي بل قالوا إن، دي جائز وهذا جائز. معنا سامية من الجيزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. عبدناهم يا أمي، عبدناهم. عبدناهم. لا، الدال دي فيها قلقلة. عبد عبد. عبدناهم. أيوة ممتاز. ما لهم بذلك من علم. لا، بذلك من علم. ما لهم بذلك من علم. إنهم إلا يخرصون. ما شاء الله عليك. أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. لو هتقفي على كلمة به فهم به بالإسكان أو بالسكون. فهم به مستمسكون. بل قالوا إن وجدنا إنا لسه بنتكلم أنا. يا أستاذ سامي لسه بنتكلم على المد الإيه؟ المد الطبيعي. إنا حرف مد وقبله مفتوح أو فتح وليس بعده سبب من أسباب المد اللي هي الهمزة أو السكون، فبنمده مد طبيعي حركتين فقط لا أقل ولا أكثر. إنا بس. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا. وجد نفس الدال في عبدناهم، أنت واخدة بالك؟ وجدنا. أيوة. آباءنا على أمة وإنا على آثارهم آثارهم مهتدون. بارك الله فيك. معنا عبير من البحيرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم. لا، عندك وقف. ما لهم بذلك من علم، خلاص. إنهم إلا يخرصون. عاوزة توصليهم مع بعض برضك مفيش مشكلة، لأن في هذه الآية الوصل أولى، يعني الوقف جائز بس الوصل أولى. بس ما ينفعش تقولي من علم إنهم إلا يخرصون. ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون.
أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. بارك الله فيك يا أستاذة عبير، يعني أشبعي الغنة شوية تمام، وخلي بالك من المد البدل وإن على آثارهم مهتدون. بارك الله فيك. معنا عايدة. أيوه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم ما لهم بذلك ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. لا، يخرصون. إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم أم آتيناهم كتابا من قبله أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به. انت وقفتي على من قبله، خلاص من قبله. من قبله. ايوه، نرجع تاني بقى نقول ايه؟ من قبل آتيناهم من كتابا من قبله كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. بارك الله فيك يا أستاذة عايدة، لكن يعني الوقف على الكلمة بالسكون وليس بالتحريك، مش بالحركة. قفي على أي كلمة بالسكون وابدأ قبلها. وثانيا، في القرآن الكريم تجد ملحوظة أو خاصية من خصائص القرآن لا تجدها في كتاب آخر. عندنا ثلاث حاجات. أول حاجة المد، مفيش أي كتاب بنمد فيه إلا القرآن. يبقى ثلاث خصائص: المد تمام، والغنة اللي هي في النون المشددة والميم المشددة. ثالث حاجة التغني. أم آتيناهم كتابا من، يبقى حاول وحضرتك بتقرأ تتغنى بالقرآن. شوف سيدنا النبي قال لسيدنا أبي موسى الأشعري إيه؟ لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وقال سيدنا النبي ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. فدي من خصائص القرآن. بعد ذلك معنا الحجة جمالات القاهرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. بارك الله فيك يا حاج جمالات. حبيبة بنتي بقى حبيبة. حاضر، أحييك على هذه القراءة، بس حضرتك تشبيع الغنة شوية بس. أيوة ماشي ما شاء الله. أنا عارف عشان النفس، وانت خفتي بقى النفس. عشان النفس بس. نعم، بس طبعا الأحكام لها ضوابط ونلتزم بيها. قراءة جميلة وماتعة، اتفضلي يا حبيبة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون
أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. ما شاء الله يا حبيبي، عندك كام سنة يا حبيبي؟ 11. حافظة قد إيه من القرآن؟ نعم؟ حافظة قد إيه من القرآن؟ كم تحفظين من القرآن؟ جزئين. ما شاء الله، صوت جميل، ونصيحتي ليكي بقى تكملي حفظ القرآن وصوتك جميل وتسمعي مشايخنا المصريين القدامى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظك وأن يبارك فيك وفي أهلك، اللهم أمين. مشاهدينا الكرام، فاصل ونواصل. عدنا إلى حضراتكم والعود أحمد، معنا شريف من الشرقية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ذلك من علم إن هم إلا يخرصون. اسمعني من التليفون يا أستاذ شريف. سامعك والله من التليفون يا مولاي. عشان بس نقدر نصلح لك الايه الملاحظات اللي عندك. يعني ما عبدناهم وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. صح يا مولانا؟ صح. ادام ما ردتكش يبقى خلاص، كان مشايخنا بيقولوا لنا كده، ادام الشيخ ما ردكش خلاص. لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. أم آتيناهم كتابا من قبله كتابا ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. أم آتيناهم كتابا من قبله فهم من قبله يا أستاذ شريف. من قبل في إخفاء، بس اسمعني، النون الساكنة وبعدها قاف، دي بنسميها في التجويد إخفاء حقيقي. والغنة هنا مفخمة، ليه؟ لأن بعد الغنة حرف مفخم. يعني حضرتك مطلوب منك تعمل حاجتين. الحاجة الأولى إنك تعمل إخفاء حقيقي، تخفي النون في القاف. الحاجة التانية إن حضرتك تفخم الغنة. طب التطبيق إزاي؟ من قبله بس، مش مطلوب منك حاجه زياده. تمام، اتفضل. أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. ممكن تقولها ورايا يا شريف؟ اتفضل. أم آتيناهم كتابا من قبله أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا قلقل الدال. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا اوصل يا شريف. اوصلها مع بعض. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا. لا مش صح، اوصل الآية بعضيها عشان المعنى يكتمل. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة، وارجع تاني تقول وجدنا آباءنا على أمة وإن إلى آخر الآية. تمام. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أمة وإنا وجدنا آبائنا على أمة آباءنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون.
بارك الله فيك يا استاذ شريف. معنا سهير من القاهره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم انهم الا يخرصون. انهم الا يخرصون اظهار شفوي. انهم الا يخرصون. إنهم إلا يخرصون. وممكن حضرتك تقربي السماعة. حاضر. أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. فهم به عكس الأولى. ده دي بقى دي إخفاء. أيوة. فهم به مستمسكون. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. بارك الله فيك. معنا إسلام من الدقهلية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير ما دمت بخير يا إسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. بارك الله فيك يا إسلام. قراءة طيبة وماتعة، بس الآية الأخيرة الأفضل إن حضرتك توصلها مع بعضها. معنا إيمان أيضا من الدقهلية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. بارك الله فيك يا إيمان، ربنا يحفظك ويبارك فيك. قراءة طيبة وجميلة ومتقنة. معنا ليلى من القليوبية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. فهم به، يعني زوديها حركة، فهم به مستمسكون. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. ما شاء الله، ما أجمل هذه القراءة، يعني صحيحة المخارج، صحيحة الصفات، صحيحة الوقف والابتداء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظك وأن يبارك فيك. معنا أميرة من قنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون.
أم آتيناهم كتابا؟ لا، آتيناهم كتابا دي حكمها ايه يا أميرة؟ إظهار. برافو عليك، كملي. أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون؟ بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. بارك الله فيك، قراءة جميلة، أسأل الله أن يحفظك وأن يبارك فيك. معنا هويدة من أسوان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عايز اسمعينا من التليفون بقى يا أستاذة هويدة، من التليفون. نعم. اسمعينا من التليفون. سمع الصوت. طيب اتفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون؟ بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. بارك الله فيك. معنا هبة من الجيزة. أيوه اتفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون؟ بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. بارك الله فيك، ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب. بس خلي بالك، وإنا المد الطبيعي، كل المشاهدين دي نصيحة، المد الطبيعي مد حركتين، تمام؟ يعني ما تفكرش اللي هو بيبقى أقل من حركتين، لا، ولا أزيد من حركتين ولا أقل من حركتين. وإحنا عرفناها النهاردة اللي هو إطالة الصوت بأحد حروف المد الثلاثة حركتين عند عدم همزة أو سكون، اللي هي أسباب المد. بهذا القدر نكون قد وصلنا بحضراتكم بفضل الله إلى نهاية هذا اللقاء الطيب، وإلى نهاية هذه الحلقة المباركة. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يرحمنا بالقرآن، وأن يجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. وإلى أن نلقاكم مشاهدينا في حلقات أخرى، نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.